في عماد فتحي ورفعت ورؤى عماد فتحي ورفعت ورؤى قالوا هم باقيين ولا في عروض؟ لا لسه 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 معروف يوسف الموقف غامض معروف لا مش غامض لو جه ساسي معروف يمشي وجد احمد فتحي بس معروف فاضل له 6 اشهر لا دي بتاعت ممدوح عباس وانا لا ان شاء الله وجد احمد فتحي ومصطفى احمد شناوي ومصطفى فتحي ممكن تكون لبيراميدز مصطفى فتحي واحمد شناوي ممكن تكون لبيراميدز لا هو لغايه دلوقتي مصطفى فتحي لكن احمد شناوي مش معروف انا شايف ان بيراميدز هو تعاقد معاهم خلاص خلاص يمكن ما كانش كهرباء كهرباء قاعد خلاص الراجل مستقر راجل عايزه والولد كويس سيبك من موضوع ابوه حتى كهرباء عنده 5 سنين طب هل 5 سنين انا شايف المنافسه انا باكد لك الموسم اللي جاي الاسعار هتنزل للثالث ارباع ليه؟ لان كل لاعب خلاص كل نادي اشترى اللي هو عايزه